إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله
ثم الشرك الثالث والركن الثالث قال الذي يعلم الدين المعلم. والشرك الثالث والاخير قال هذا الشيخ قال الشيخ النذير انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فسوف نعيش باذن الله تعالى مع الركن الثالث الذي اراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يدخل لنا بعثته المصطفى. لماذا بعثت يا رسول الله؟ طيب انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وفي روايه اخرى انما بعثت لا كانوا يأتون بعشرات من العبيد ويؤمنون
الحيوانات المختلفة وهي تنتهي، هؤلاء الضعفاء فيرحمون ويتمايلون. فاقتضيتي على رسولك وحدث ولا حرج. نعم. ثم الدولة الأخرى ألا وهي الدولة الفارسية المضاهية والمحاكية والمنافسة لدولة الروم. الظلم وصل ذروته، فقضيت على رسول الله وصل ظلمه إلى أعلى درجات الإنسان. دعا صلاة على رسول الله فعدم كل شيء من البشر إلى الحجر إلى القمر إلى الشمس إلى الناس إلى كل شيء قبل من دون الله. فقضيت على رسول الله. الأمر الثاني، أصدروا قرارات بأنه يتزوج الرجل من زمرة أين المحرمات عليه، يتزوج إما أو أخرى أو عمته أو خالته. فقضيت على رسول الله وحدث ولا حرج عن الظلم وعن القتل وعن الفرش. روم كانت قرب المسافة عن الشيخ، ادخل إلى المجتمع المكي قبل بعثة النبي محمد، لأنك لا تعلم قيمة النور إلا إذا رأيت بعينيك الظلام، لتشكر من أعمار قلبك فتقول الحمد لله أن جعلني ربي من أمة النبي محمد. أما الفتى وما حولها ظلم وقتل وتقسيم وحروب على الناقة أو بعيدة وحروب على الدم أو على الظلم أو على قطع الأرض تروح وتذهب فيها الله على مئات السنين شروط وبناء. أما عن أخلاق ليس كلهم فقضيتم على الظلم، ولكن تاب فيهم أيها الأخلاق الله.
سائلين في الأرض. فكان يعلم الشيء لما ذهب عليه فحياه باللغة بلغة أهل الحبشة وعمر بنيه قال ابن الملك قد أرسل من قومي وأنت تعلم من هم أستاذ الجماعة إليك في أمري قال قل حر الله قل عم إنك لتعلم مكانتك في أمري قل قال ابن الملك قد وصل إلي أبناء عموم لك وأقوال لك نزلوا في أرضي صاروا فينا وتركوا أحلامنا وقالوا فينا ما ليس فيه فلا هم دخلوا في ديني اسمع حتى السفير في يدي فهم ما دخلوا في ديننا ولا دخلوا فينا يعني كان قضية حتى لو دخلوا فينا لأنهم تزلوا في أرضك لما ذكروا العمل ولا دخلوا في ديني ودخلوا في لحافك وفي أرضك فطلوا فقالت وقال وقال نعم صدق عنه فالذهب وفقه نعم صدق عنه ولكنه قال عنه النبي أي عن اليقين قال عنه النبي وما دام أن النبي قد قال فتدخل في كلام النبي الذي كان قال وجد اليقين قال رجل لا يظلم عنده من الذي وصل الذي في ذلك هي الشخصية الفريدة أو الشخص الفريد الذي صلى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ وهو الصحابي الذي ما رأى النبي حاشا عن النبي ولا لا وما رأى النبي ومات موحدا مؤمنا برسول الله. فقال أنا أسمع أولا يا عم. فجاب لأصحاب النبي وتقدم المتحدث الرسمي عن أصحاب النبي لله فتقي النبي لابن عم النبي جهرا أولى الناس برسول الله وأقرب الناس إلى رسول الله وأعلى الناس بحال رسول الله أبدا فقال له ابن الرسول يا جهرا ما هذا فيه الذي فضلتموه كتبكم في دينكم وأصبرتم دين آبائكم وأجدادكم اسمع ولكن بعد الصلاة على رسول الله اسمع ماذا قال جعفر قال أيها الملك بعد قدرة أيها الملك كنا الحمد لله عبد الله كنا قوما جاهلية نعبد الأصنام ونذكر الملك من سبع مكه كنا نعبد الأصنام ونأكل البيت ونأكل الجوارح ونسيب الجوار اسمع ويأكل القوي في منظره تفعلنا من المحرمات من الجليل منها والصغير حتى من الله علينا برجل ألا وهو من برجل نعرف نفسه عبد ابنه نعرف نسبه وصدقه وامانته وعملته فامرنا بان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وان نطلب الحديث وان نؤدي امانته وان نحصي الى الشرع وان يتقي كل واحد منا حقه ولا ناتي الى المحرمات ولا الى الفواحش فامنا به وصدقناه فاعبدنا الله وحده لا شريك له واتبعنا مما جاء به من قول وصلاه وزكاه وصيام فقال النجاشي امير يعني كلام طيب فهكذا امركم بذلك قال نعم قالوا نعم قال والله انه لصادق فصليت على رسول الله نعم ويدفع الى جهل من جعفر طبعا في طمع وكذب في ذلك وظلم في ظلم وظلم في ظلم الى ان وعد النبي محمد شيئا يخطر سيدنا جعفر طويلا ولكن قال ابن النجاشي لا اذهب في اليوم الثالث ياتي برهان عمرو صلي
أيها المتعشين إنه يقولون كريما وحيا قولا عظيما تدور في كلامه بل يقولوا انه مش من الله فقطع الامر لا اولي به انه يقول انا من رساله ثلاثه بعبدك قد قضيت مع رسول الله ولكن عمرو ما كان يعلم علم اليقين كيف هي عقيده المجالس فجاء في المجالس وتحدث معه على جعفر اانتم تكذبون وتكذبون من اخلاق الايمان انهم يتركون نبيا من الانبياء وقلت وشعلناكم
الفتنة يقول لهم صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته في حجة الوداع يقول لهم وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسول الله. أين كتاب الإخبار وأين سنة النبي محمد؟ الله أن يعيد لنا الذين غيروا لنا مرة جديدة في ضمان الأرض. إن في ذلك نحبه ونستعينه ونستهديه ونصليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا قال وقت على أصحابك على الله وقت على أهلك
يحبون إلا لسلام الأرض، وأنا أبشركم بالعذاب لا يرجون الله. فاطر العقل بالله، إن شمس الإسلام لم تنطفئ أبدا أبدا، ولو تخلى عنها مليار ونصف. أتدري لماذا؟ لأن الحافظ لدينه هو شخص ثقة. فقضينا على رسول الله اسمع نعم فجاء بنت هذا بيتحرك حتى وافق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 30 طاعة من الشريف، فخلص فيه 30 طاعة كما يتابعون. ولكن على الجواز كان عالم بالتوافق وقرأ قسام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي أجل معين، أجل معين، شهر قادم أو بعد شهرين صلي مع رسول الله. نعم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحابه مرة يقول أو يومين وقبل مدة نعم دفع لا على رسول الله قبل نعم. يأتي هذا الرجل تخيل المشهد وانظر إلى أخلاق النبوة وأخلاق النبي محمد. وعندك تخيل أن رجل يحرجك أمام زوجتك وأولادك في هذا الموقف، يعمل يعمل كثير من عمل ربما تذكر فيه وتعتله مرضى القضية على رسول الله. انظر إلى النبي وهو قائدها ومعلمها وهو رسولها، فيأتي هذا الرجل بعد أسبوع قبل السلام إلى رسول الله فيقول يا محمد. وكان الموقف موقف حسان حيثما كان في جنازة ووصل معه الى المقابر الى مقابر المسلمين وهم على القبر، قال يا محمد صلى الله وسلم عليه، قال انكم انتم يا بن عاشر انتم اهل مصر جماعه اهل مصر لا الناس انكم لاهل مصر واهل مصر، الم تستقبلني رد الي الان، الم تعرفون وتخير الصحابة الذين كانوا والله العظيم جلال الله. لو كان الصحابة قوة أو كان الصحابة كان في استطاعتهم أن يحجبوا التراب الذي هو في الهواء على رسول الله تعالى، لو استطاعوا أن يحجبوا الهواء الشديد على عدن أمين رسول الله لما لعبوا. اسمع الصحابة بأبصارهم إلى هذا الرجل اليهودي، فقام عمر يمني، عمر يمني سل سيفة دعني أن أطلب عمر كيف تكذب الذي حكمك؟ فارتعد الرجل كأنه رسول مبلغ، فنظر النبي الوقت ان شاء الله عليك عمر تتصرف عليه. اللهم كان ذاك حبيبه حبيبه، انظر الى جميع الغزوات التي غزاها، كم قتيل قد قتل على يد النبي، كم قتيل تتغير 10 20 المفروض يكون اكثر من 1000، والله ما قتل على يد النبي الا رجل واحد قيل تحيا، وما قتله النبي محمد الا لسببه. اتريد ان تعرف السبب؟ رب العالم عليه الصلاه والسلام في الدرس ان شاء الله. هل قضيتم على رسول الله؟ اسمع نعم اسمع يا رسول الله وهو يكفيك. فنظر النبي محمد الى عمر، قال على رسلك يا عمر، على رسلك ما طلبنا فيك يا عمر، كان المولى بك قبل ان يسال الرجل من الموقف. يا عمر بدات المشكله معك، يا عمر كان المولى بك ان تامرني انا صلى الله عليه وسلم، اي تنتصر انا بتدافع عليك، وان تامر الرجل بحكم الله كل عام خذ النبي عن جنبك. يا عمر خذه إلى بيتنا المسلمين، وأعطه الحق
اسمع واعطيه الحق وزدني بشعور الطعن لانك قد اخذت انت خوفت يا الله والخوف عندنا في الدم زودت 20 طعن. شبك الرجل من الغريب قال انا ما جئت لذلك ابدا وما كان في نيتك ما من ترى غير ذلك ولكنني قد قرات عن كتابك وعلمت ما علم اليقين غير ان صفه واحده اريد ان اتاكد منها قال ولا هي انك يا محمد فقضيت على رسولها انه مهما جهل عليك الجاهل ازددت انت عليه حلما ورحمه ورفقه اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد انه لم يكن إن تلك الرسالة التي كانت لها جنة في الغريب وخذوها من أبيك على من جنة لنبيك أقسم بالله العلي العظيم لا صلاح ولا فلاح ولا أمن ولا سعادة ولا استقرار إلا إذا صرنا خلفا وخذنا منكم من أمور المدينة هي قال الله عز وجل وإن تطيعوه فهو تطيعوه إن تطيعوه تهتموا لما تصدق الاشياء المحرمه بغير اسبابها لتصرف اصبحت الخمر والروحانيه اصبح الربا اجره اصبح الرب لا اعتقد بشيء وذلك حرام سبحان الله رب العالمين فاصبحت منهم من اشكر كل شيء سنة وحديث وقرآن وبعض منهم من قال ليس للقرآن أجمع أن الخمر حرام يضيع من يفلح سبحان الله حبيبي نحن ما عرفنا بين الأمم إلا بهذه الذين اسأل جنة آخرة اسأل آخرة ما حولها اسأل أن تموت إعصام الصين لأنك بلا كيف منعها أصحاب النبي فتحوها للإمامة كلمة طيبة فتحها تجار بأخلاق وقد وضع سيفه واخفاه في بدايه ودخل المدينه فراه عمر
وإن تخلق بأخلاق رسول الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبكي من الذنوب وإسرافنا في أمرنا وإن يثبت أقدامنا